الله ما تجينا العطسة بس هي جاية ولا هي بجاية يعني. طيب تسعى وزارة الإسكان لتفعيل دور جمعيات ملاك العقار بهدف القضاء على الخلافات والمشاكل بين ملاك الشقق في العقار الواحد حول أمور تخص العقار، وطالب عقاريون بضرورة الإسراع في تفعيل هذا الدور والعمل على تسهيل إجراءات التسجيل والتصريح لإنشاء هذه الجمعيات الإلكترونية. وتجدر الإشارة أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنهت الإجراءات النظامية بنقل الإشراف على مجالس ملاك العقار إلى وزارة الإسكان، وذلك تنفيذا للأمر السامي الكريم الصادر بهذا الشأن. نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش مع ضيوفنا الأعزاء. تسعى وزارة الإسكان لتفعيل دور جمعيات ملاك العقار التي نقلت مؤخرا إليها من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بهدف القضاء على الخلافات والمشاكل بين ملاك الشقق في العقار الواحد حول أمور تخص العقار. طالب عقاريون بضرورة الإسراع في تفعيل هذا الدور والعمل على تسهيل إجراءات التسجيل والتصريح لإنشاء هذه الجمعيات إلكترونيا، منوهين إلى أن ذلك سينهي عقدة تملك الشقق كما أنه ينشط حركة السوق العقارية، مؤكدين أن الحاجة إلى تفعيل هذه الجمعيات بات ضرورة ملحة، وعلى وزارة الإسكان أن تفعل هذه الجمعيات أو ما يعرف باتحاد الملاك. وتتمثل مشاكل العزوف عن شراء شقق التمليك والتي تطرأ بين السكان حول عمليات الصيانة وانقطاعات المياه وخلافه، وهو الأمر الذي أدى بالمطورين العقاريين لإيجاد حلول لهذه المشاكل مثل إنشاء خزانات ومواقف ومداخل خاصة لكل وحدة سكنية، بالإضافة إلى تخطيط العمائر متعددة الأدوار بشكل يقضي نسبيا على بعض تلك المشاكل، وهو أمر مكلف في النهاية لكنه مطلوب ولا يلغي الحاجة إلى إدارة تتشكل من السكان لإدارة وحدتهم العقارية. وبحسب مصدر مطلع في وزارة الإسكان تحدث إلى صحيفة مكة، فإن عدد الجمعيات التي تم الموافقة عليها حسب الإجراءات القديمة الخاضعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بلغ 16 جمعية، وأن بعضها غير فاعل بالشكل المأمول منه. للحديث عن هذا الموضوع معي من جدة إبراهيم عبد الله السبيعي، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة السبيعي، ومن هنا في الرياض الأستاذ خالد الربيش، وهو الكاتب المتخصص في شؤون العقار والإسكان. كما سينضم لنا عبر الهاتف الدكتور بدر بن سعيدان المدير العام لشركة آل سعيدان للعقارات. راح أبدأ مع الأستاذ إبراهيم، مساك الله بالخير، شكرا لحضورك معنا في استودياتنا من جدة. مساك الله بخير أخ علي، ومساك الله بخير جميع ضيوفك الكرام. نقل الإشراف على مجالس ملاك العقار إلى وزارة الإسكان، كيف ترى هذه الخطوة؟ وأيضا عدد الجمعيات التي تم الموافقة عليها حسب الإجراءات القديمة الخاضعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بلغ 16 جمعية، كيف ترى عمل 16 الجمعية؟ هل العدد كافي؟ هل قامت بما عليها؟ فكرة الانتقال نفسها التنظيمية كيف تشوفها؟ إيش ممكن تضيف للسوق؟ أولا شكرا على ناقش هذا الموضوع المهم للعقاريين. طبعا وزارة الإسكان لديها أجندة كبيرة لكثير من المعوقات السابقة، هذه واحدة من الأجندات. أنا أرى أنه التراخيص غير كافية في هذا العدد، المنطقة بحاجة إلى أكثر عدد، يجب أن يكون في تسهيل لإنشاء هذه السجلات أو التصاريح اللازمة، فتسهيل إجراءاتها لأنها تخدم شريحة كبيرة وحيكون في إقبال عليها مستقبلا في حالة كان في تسهيل في الإجراءات وتلمس المعوقات وحلها سريعا. أستاذ خالد، يعني إيش الفارق اللي ممكن يصير في هذا الانتقال الصلاحيات، وما الجديد عندما نقول هناك تشكيل مثل هذه الجمعيات؟ يعني هل هذا يدعو الناس للطمأنينة الباحثين عن شقق للتملك؟ أستاذ علي، يمكن أول مرة أنا أتكلم في الكلام في البداية. أول شيء
أشيد بعلي العلي، يعني أشيد بطرحه هذا البرنامج. والشهادة لله أمام الجميع، عمره ما كان يحمل أي أجندة أو توجهات. يعني يمكن بعض البرامج على امتداد عملنا في الوسط الإعلامي كان صاحب توجهات معينة أو يخدم أطراف معينة، عمرنا ما شاهدنا البرنامج أو علي العلياني تحديدا. إذا كان للمجتمع للمواطن صوت في التلفزيون فهو علي العلياني. تسلم يا خالد، فاجأتني أبو سعد. لا تحتاج أنت هذا الشهادة لك. مني شريك، بالعكس معنا أنت أكبر، ولا أنا بالشخص اللي يقيم أو يقدر علي ويعطيه حقه. شكرا. نظام اتحاد الملاك للوحدات العقارية ونظام صدر قبل 14 سنة من مجلس الوزراء، ألحق بوزارة الشؤون الاجتماعية. من ذلك الوقت إلى اليوم لم يفعل. واحدة من أهم الأجندات أو التوجهات اللي عمل عليها مع الوزير الإسكان ماجد الحقيل هو تفعيل هذا الدور. ليش؟ بالتأكيد أنه سيخدم العقاريين ومستثمرين في القطاع العقاري، لكنه مهم جدا خصوصا أنه المواطنين أو الأسر الصغيرة أو الكبيرة اللي تسكن في الشقق السكنية أو في العماير تحتاج إلى نظام لإدارة هذا المجمع. كان ولا زال في أغلب المدن الحقيقة وفي أغلب هذه التجمعات هناك فوضى في إدارة هذا الموضوع، بمعنى أنه تجد أنه صاحب الوحدة السكنية أحيانا يدفع ما عليه من التزامات كهرباء، مياه، صيانة، نظافة لهذه العمارة، لكن الآخرين تجد أنهم يتقاعسون عن هذا الموضوع. لذلك وضع اتحاد الملاك لإدارة هذه المجمعات السكنية. ولكن نظرا لغياب الجهة الرقابية الرسمية الحكومية اللي تقوم بإدارة هذه المجمعات ولم يفعل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، حتى الجمعيات اللي صادرت كانت جمعيات بجهود فردية أو تتبع لشركات معينة ذات قدرات جيدة. هذا الأمر سيكون مهم. ليش؟ لأنه سيعين على إدارة هذه المجمعات. يعني اليوم واحدة من عوامل الطرد اللي تدفع الأسر السعودية الصغيرة أنها ما تتملك في الشقق السكنية أو داخل العماير هو عدم إدارة تلك العماير بطريقة جيدة، وبالتالي لأنه لا يوجد اتحاد ملاك. هذا جانب. الجانب المهم ودي حقيقة أركز عليه في هذا البرنامج وهي رسالة للجميع، المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدة من أهم هذه المشاريع هي موضوع اتحاد الملاك، إدارة بروبرتي مانجمنت أو إدارة المجمعات السكنية أو المكتبية. هذه من أكثر المشروعات الواعدة أمام الشباب، ولا تحتاج رأس مال، تحتاج فقط إلى خبرة وإدارة ودراسة لإدارة هذه المجمعات من خلال شركات صغيرة ومتوسطة يمكن الحصول عليها بقروض أو يمكن الحصول على قروض من البنوك بنظام كفالة أو غيره، أو أي منشأة من المنشآت اللي تمنح قروض للمنشآت الصغيرة المتوسطة. كما أن السوق في المرحلة المقبلة محتاجة أيضا إلى التخصص، نحن نحتاج أيضا إلى البروبرتي مانجمنت أو إدارة الأملاك للأبراج السكنية، للأبراج المكتبية، لجهات حكومية. هذه الأمور مهمة جدا. فنظام اتحاد الملاك الحقيقة مو فقط أنه بيخدم قطاع الاستثمار، بل أيضا سيخدم المواطنين المستفيدين من هذا الموضوع، وسيكون أيضا قناة استثمارية هامة في المستقبل للشباب من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نعم. سأعود لك خالد، بس خليني أروح معي على الهاتف الدكتور بدر بن سعيدان، طبعا المدير العام لشركة آل سعيدان العقارات. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا، مساك الله بخير. كيف تشوف هذه الخطوة؟ أنتم يعني عقاريين أو مطورين أو مستثمرين في السوق العقاري، إيش ممكن يضيف؟ ونبغى الإجابة تكون يعني مبسطة جدا حتى المشاهد اللي مهتم بهذا الموضوع وممكن يستفيد من الفكرة يفهمها. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحيي فريق العمل في برنامجكم لفتح موضوع مثل هذا، وأحيي أستاذ الكرام ضيوفك والأخوة والأخوات المشاهدين. موضوع مثل هذا أنا أرى أنه مهم جدا، أول شيء للمواطن البسيط اللي يحب يتملك مسكن بمبلغ بسيط. فاتحاد الملاك أصلا موجود لمشاركة أكثر من مالك في وحدات سكنية فيها خدمات مشتركة مثل شقق سكنية أو مجمعات سكنية مغلقة، وهذا مهم جدا أنه يتملك المواطن مسكن بأقل تكلفة ممكنة وما فيها يكون مرتاح، وفيها إدارة كاملة للمجمع سواء كان شقق سكنية، عمارات أو أحياء مغلقة.
وهذا بالتالي بيفتح مجال لشباب متخصصين في إدارة الأملاك، وأرى أنها فرصة كبيرة جدا زي ما قال الأخ خالد أنه ممكن شركات جديدة تفتح بدون رأس مال كبير وبسيطة جدا، تحتاج خبرة في موضوع إدارة العقارات، وكذلك بيكون فرصة للشركات التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية فيها خدمات مشتركة، وبالنهاية بيكون مهم جدا لحل أزمة الإسكان الحاصلة في البلد حاليا. نعم، أنا أشكرك دكتور بدر بن سعيدان على المداخلة. أعود لك أستاذ إبراهيم، يعني كمستثمر أو كمتابع أو في السوق العقاري، لما تسمع هذا القرار إيش أول خطوة أنت تخطوها؟ يعني أنا أول خطوة أتمنى أن يكون في تسهيلات في إنشاء اتحاد ملاك مؤسسات متخصصة كما ذكر الأخوان، هذا كان كمالك ليسهل لدي بيع هذه الوحدات لأفراد واستمرارية في الخدمات والصيانة من خلال هذه الإدارة. طبعا إنشاء السجل التجاري، إنشاء الوحدات، هذه مهمة يجب أن تسهل هذه الإجراءات. طبعا في عدة، هي موجودة بس في معاناة من أصحاب الوحدات اللي متملكين وحدات بالنسبة للصيانة والصيانة، لكن لو كان في ورش عمل مع أصحاب هذه الوحدات الموجودة لسماع منهم ما هي احتياجاتهم، الغرفة التجارية كذلك اللجنة العقارية لديها بعض التوصيات ممكن يستفاد منها، لكن هي الموضوع هذا موضوع مهم وسوف يسرع في تمليك وحدات لشريحة كبيرة من المواطنين خاصة المتوسطة والأقل من ذلك في حالة اطمئنانهم لتوفر الخدمات والصيانة. في عدة طبعا أفكار أنا ممكن أذكر بعضها، مثل يكون في الاتحاد. نعم تفضل. فبالنسبة لل يعني لما يكون اتحاد ملاك ينظم هذه وتأخذ رسوم سنوية من الملاك، أو يكون في اقتراح ثاني بدأنا فيه في مكة الآن، إنشاء وقف مصغر جدا في هذا المبنى. المبنى مثلا يستثنى منه وحدة أو وحدتين أو محل تجاري يستثنى، قيمة هذا الوحدة تضاف على قيمة الوحدات المباعة، وهذه الوحدة يستمر في تأجيرها والمبلغ العائد منها يصرف على هذا المبنى سواء في الصيانة أو في الحراسة أو في الخدمات، فما يتطلب من المالك مستقبلا أي مصاريف أو مشاركة في الصيانة. يكون هذا الوقف الموجود المصغر البسيط يضاف قيمته على الوحدات، يمكن لا تعدى يمكن 50,000 ريال على كل وحدة، كل وحدة لو ضفت عليها 50,000 ريال بضافة قيمتها الأساسية يغطي هذا المبلغ شراء هذه الوحدة الصغيرة، وتأجيرها وعائدها يصرف على المبنى. هذا واحدة من الاقتراحات. نعم. فكذلك يعني نعم سأعود لك أستاذ الكريم أستاذ إبراهيم، وطبعا أنت بخبرتك الطويلة تتكلم ودائما عندك طروحات في هذا الملف، بسألك أستاذ خالد، يعني إحنا عندنا مشكلة في موضوع الشقق السكنية، يعني تعرف اللي عمل تجربة وبدأ فيها بس ما عمل الاحتياطات للملاك، يبدو أن حكينا نماذج ربما عليها ملاحظات أو أن ما اكتشفنا أنه عندنا مشكلة إلا بعد ما بدأت التجربة، وهذا أدى إلى أن الناس ما عندها رغبة كبيرة وما عندها أمان أنه يعني يقدم على شراء شقة سكنية. ما الأسباب وما هي أبرز عيوب هذا النظام وكيف ممكن يعالج؟ ممتاز. هو الحقيقة الأسباب
والتأثيرات والمؤثرات تختلف من مدينة لأخرى، بمعنى أنه مدن مثل جدة مكة المكرمة تحديدا جدة تجربة الشقق السكنية تجربة قديمة جدا، إدارة هذه الشقق أيضا تجربة قديمة جدا، وكانت تكون دائما تكون بجهود ذاتية أما من أصحاب من سكان هذه الشقق أو أحيانا حتى المستأجرين فيها. تجربة جدة أو المستثمرين والمطورين في جدة قديمة جدا، بل أن رغبة كثير من الناس دائما هناك هو السكن في الشقق. التجربة انتقلت إلى مدن أخرى تحديدا الرياض عندما أصبحنا نواجه متغيرات اقتصادية، موضوع ارتفاع الأسعار للأراضي وللوحدات السكنية، لجأ الناس الحقيقة إلى أنهم يتملكوا وحدات سكنية عبارة عن شقق على اعتبار أنها ستكون بأسعار أقل في هالجانب. ولكن التجربة لم تكن ناضجة أو لم تكن مفيدة، لأنه أولا لم يجد مرجعية الحقيقة تنظم هذا الموضوع، هذا واحد. اثنين، المطورين في الغالب هو يبحث عن الوسيلة أو الطريقة أو الاستثمار اللي يصرف منتجاته أسرع، فبالتالي طالما أنه هذه الشقق ستباع بطريقة أسرع هو راح يبيعها، بس النتائج اللي بترتب على البيع فيما بعد أو إدارة الأملاك ما همها الموضوع هذا، قد يكون معذور وقد لا يكون معذور، لأنه أساسا لا يوجد نظام ينظم هذه العملية، وبالتالي هنا نعذره في هذا الموضوع. لكن بالتالي المطور الحقيقي مثل اللي يقوم بعملية بناء مجمعات سكنية مغلقة اللي هي جيتد أو الكومباوند، عادة تجد أن الشركة اللي تقوم بالبيع هي نفسها تقوم بعملية التشغيل والصيانة، وهي تجارب قليلة ولم تنتشر نظرا لارتفاع أسعار الوحدات السكنية لأنها مخدومة ونظام الأمن والأمور هذه كلها. بالتالي اختلاف التجارب من المدينة الأخرى السبب الرئيسي لأنه لا يوجد نظام ينظمها، المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتفاوتها من مدينة أخرى، والسبب الحقيقة أنه وضع مدن ناجحة في هذا الموضوع مثل جدة ومدن لم تكن بذاك. هل الوزارة مهتمة بهذا الموضوع؟ لو ما كانت مهتمة ما نقلت الملف، يعني كانت واحدة من أهم الأجندات اللي عملت عليها نقل مشروع البيع على الخارطة من وزارة التجارة إلى وزارة الإسكان، وهذا قريب سيعلن. اثنين، نقل ملف نظام اتحاد الملاك من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الإسكان. كل هالأنظمة ستكون نواة لتأسيس هيئة العقار، هيئة العقار سيكون عليها مسؤول فيما بعد، سيكون بإدارة هالسوق وهالتنظيم السوق بشكل أكبر، يعني بيكون إدارته الحقيقة في نوع من التنظيم أفضل من الوضع الحالي. لكن بداية التنظيم الحقيقة خصوصا أنه اليوم الوزارة أستاذ علي يعني أعتقد أنها ستتوسع بشكل كبير جدا في قضية بناء الوحدات السكنية الشقق، طبعا ليست الوزارة تقوم بالبناء القطاع الخاص، فإذا ما كان فيه نظام الحقيقة يعطي ميزة لسكان أو المتملكين في هذه الشقق من خلال نظام اتحاد الملاك أن تكون هذه العمائر أو المجمعات السكنية لائقة تليق بسكانها وتدار بشكل احترافي ونظامي ومرجعية أيضا، ويمكن أن تكون مثل ما قلنا قبل شوي مكان للاستثمار من خلال مشاريع صغيرة متوسطة لإدارة هذه المجمعات، بالتالي الوزارة أعتقد أنها وضعت هالموضوع أولوية بالنسبة لها. أخيرا أسألك أستاذ إبراهيم، لماذا يعني تجربة الشقق تملك الشقق يعني نجحت في جدة وفي المنطقة الغربية أكثر منها في الوسط وفي الشرق؟ لأنها مقبولة في جدة وفي مكة، مقبولة لأن أسعارها معقولة، ممكن يعيش الشخص يعني في وحدة سكنية بجوار زميل له أو صديق أو نفس المنطقة، فعشان كذا انتشرت وموجودة، ولا سيما أنه الأسعار كذلك أسعار يعني الفلل قيمتها عالية، وبينما الوحدات التمليك حتكون أقل تكلفة، فهذه الأسباب طبعا. لكن لا يزال زي ما قلنا أنه نعاني من موضوع اتحاد الملاك، وزارة الإسكان تبذل جهود كبيرة في كثير من الملفات بتتابعها ونقلت إليها، وأملنا كبير أنها تحل ونجد بوادر كبيرة الحمد لله في هذا الشيء. كذلك لو حبيت أن أضيف أنه بالنسبة للبيع الوحدات السكنية يجب أن يكون في نظام يلزم المالك أنه يكون في كاتب عدل عند الإفراغ عند البيع يذكر هذا أن صاحب الوحدة ملزم بدفع رسوم صيانة سنوية مستمرة، هذا اقتراح الثاني، يعني يكون مذكور في العقد ومذكور في إفراغ في كاتب عدل، فلو صار في أي خلاف أو عدم هذا يكون فيه مذكور، وصلت يكون الجهات المعنية والشرعية تحكم. أي نعم.
شكرا لك الأستاذ إبراهيم السبيعي وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة السبيعي، وشكرا أيضا للأستاذ خالد الربيش الكاتب والمهتم بهذا الشأن، الشأن العقاري وشؤون الإسكان، وأيضا شكرا للدكتور بدر بن سعيدان المدير العام لشركة السعيدان للعقارات. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملفنا.